عضو مجلس القيادة عبد الله العليمي يبحث مع وزيرة التنمية البريطانية سبل دعم الجهود الحكومية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وزير الإعلام يؤكد أن إطلاق ميليشيات الحوثي قياديا في تنظيم القاعدة يمثل امتدادا لتنسيق مستمر برعاية إيرانية. مجلس الشيوخ الفرنسي يقر مشروع قرار يدين الأعمال التخريبية لميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر. العناوين للتفاصيل، اهلا بكم. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي على هامش مؤتمر قمة المناخ الدولي كوب 29 في العاصمة الأذربيجانية باكو مع وزيرة شؤون التنمية البريطانية أنيليز دودز، بحث معها سبل تعزيز التعاون الثنائي وتقديم الدعم للحكومة وجهودها في الوفاء بالالتزامات للمواطنين وجهودها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وطلع الدكتور العليمي الوزيرة البريطانية أطلعها على آخر مستجدات العملية السياسية في بلادنا وتأثير التطورات الإقليمية والدولية على جهود إحلال السلام في اليمن، مؤكدا موقف الحكومة اليمنية الثابت في دعم جهود إحلال السلام الدائم والعادل والشامل. وتطرق عضو مجلس القيادة إلى ما تمارسه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني من عمليات إرهابية تستهدف الممرات المائية وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وما ينتجه ذلك من استهداف للأمن القومي والإقليمي والدولي. وأشاد الدكتور العليمي بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى المصالح المشتركة التي تربط حكومتي البلدين وجهودهما المستمرة في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا على أهمية استمرار دعم الحكومة اليمنية خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية والبنى التحتية. وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون بين البلدين لدعم الاستقرار في اليمن وتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الظروف الإنسانية والاقتصادية في ظل التحديات الراهنة، والعمل على بحث تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين في جوانب التعاون في مختلف المجالات والاتجاهات وبلورتها في خطة عمل مشتركة. من جانبها جددت الوزيرة البريطانية دعم بلادها للحكومة اليمنية وجهود إحلال السلام الدائم والشامل وجهود الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد، ومؤكدة حرص بلادها على تعزيز الدعم للحكومة اليمنية من أجل توسيع نطاق الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الإنسانية. حضر اللقاء وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ورئيس دائرة المنظمات في وزارة الخارجية السفير أحمد الشرعبي. شارك وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي على هامش مؤتمر قمة المناخ الدولي كوب 29 في العاصمة الأذربيجانية باكو في الجلسة رفيعة المستوى الخاصة ببناء الشبكات لتعزيز السلام والقدرة على الصمود في البيئات المعرضة لتغير المناخ والتي نظمتها مؤسسة أودي العالمية. وأكد وزير المياه والبيئة أن الجمهورية اليمنية عازمة على مواصلة جهودها في مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغير المناخ، ومشددا على أهمية إيجاد حلول شاملة للأزمة المناخية تشمل الجميع باعتبار الانتقال العادل جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس للمناخ. وأشار الشرجبي إلى أن اليمن شهدت 6 أعاصير في 6 سنوات، وأثرت السيول والفيضانات خلال عام واحد على 30% من الأراضي الزراعية في بلد يعتمد على حد كبير على الزراعة، وهو ما يجعلها من أكثر البلدان تأثرا بالتغيرات المناخية. وشدد الوزير الشرجبي على أهمية تسهيل الوصول للتمويلات المناخية لأغراض التكيف في البلدان الأكثر تضررا من المناخ والتي باتت تواجه تهديدات وجودية بسبب الآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية والتي تسبب في زيادة حدة النزاعات والصراعات وتقويض الاستقرار العالمي.
ودعت الحكومة والمنظمات الدولية إلى التحرك لسد الفجوة التمويلية من خلال تسهيل وزيادة التمويل المخصص للتكيف مع التغير في المناخ وتبسيط الإجراءات البيروقراطية وبناء القدرات في الدول النامية ودعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نموا ومساعدتها على التكيف والانتقال نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر. شارك وزير الزراعة والري وثروة السمكية اللواء سالم عبد الله السقطري في الحدث رفيع المستوى الذي نظمه برنامج الغذاء العالمي بعنوان إجراءات التغيير من أجل الأمن الغذائي مسار لتعبئة الموارد من أجل حلول على نطاق واسع، والذي يأتي ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ كوب 29 والذي يعقد في العاصمة الإذربيجانية باكو والذي يهدف إلى مناقشة الاستراتيجيات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ وتعبئة الموارد لتحقيق حلول شاملة مستدامة. وفي كلمته خلال الاجتماع استعرض الوزير السقطري الوضع الغذائي في بلادنا مسلطا الضوء على التحديات التي تعاني منها البلاد نتيجة تدهور الأوضاع والأراضي الزراعية وشح المياه وارتفاع درجات الحرارة وزيادة تكرار الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأعاصير والجفاف. أشار السقطري لأن هذه العوامل تشكل تهديدا مباشرا على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للسكان وتؤدي إلى تدهور سبل العيش لدى الفئات الأكثر ضعفا خاصة في المناطق الريفية التي يعتمد سكانها على الزراعة والثروة السمكية كمصدر رئيسي للدخل. وأكد الوزير السقطري أن اليمن بحاجة إلى الدعم الدولي العاجل لتنفيذ مشروعات زراعية ومائية تساهم في بناء قدرات المجتمع المحلي وتعزز مناعته في مواجهة الأزمات الغذائية، داعيا المنظمات الدولية ودول المانحة إلى تقديم المساعدات التقنية والمالية بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة التي تساعد في تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي بشكل مستدام، مشددا على أهمية الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بتخفيف أثر التغير المناخي على القطاع الزراعي وتطوير استراتيجيات للتكيف تساهم في بناء مجتمعات قادرة على مواجهة الصدمات المناخية والاقتصادية. قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بإطلاق عناصر في تنظيم القاعدة على رأسهم القيادي أبو عطاء والمعتقل منذ العام 2012 لمسؤوليته عن هجوم إرهابي استهدف العرض العسكري في ميدان 70 وأسفر عن مقتل 86 جنديا هو امتداد لتنسيق ميداني مستمر برعاية إيرانية بهدف تقويض سيادة الدولة اليمنية وزعزعة استقرار اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الدولية. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي أن استمرار هذا التحالف المشبوه يعزز من إعادة ترتيب الجماعات الإرهابية لصفوفها وتمكينها من استعادة قدراتها في الضربات الأمنية التي تعرضت لها منذ العام 2015. وأشار الإرياني إلى أن هذا التنسيق الخطير سيؤدي لخلق بيئة خصبة للعنف والتطرف في اليمن مما يضع أمن الخليج العربي والأمن الإقليمي بأسره في دائرة الخطر ويهدد استقرار طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن مع ما لذلك من تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي. وأضاف الإرياني ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في التصدي لتهديدات ميليشيات الحوثي الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش مؤكدا أن تساهل المجتمع الدولي مع هذا التنسيق الخطير يعكس تقديرا خاطئا لحجم الخطر والتهديد الذي قد يدفع العالم ثمنه باهظا. وطالب الإرياني المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لهذه التهديدات عبر تجفيف موارد ميليشيات الحوثي والشروع الفوري في تصنيفها كمنظمة إرهابية عالمية وندعو لدعم جهود الحكومة اليمنية في استعادة سيطرتها على كامل أراضيها وتعزيز قدراتها لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره. أصدر وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم وحيبي قرارا وزاريا قضى بإنشاء المجلة الوطنية للبحوث الصحية لدعم مساعي الوزارة وتعزيز المعرفة وتبادل المعلومات الصحية على المستويين الوطني والدولي. ووفقا للقرار فإن المجلة تهدف إلى تعزيز البحث العلمي في مجالات الصحة العامة والسياسات الصحية وتوفير منصة لنشر الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقضايا الصحية والأمراض السائدة في اليمن، كما ستتيح المجلة الفرص للأطباء والأكاديميين والباحثين في القطاع الصحي لنشر أبحاثهم بما يساهم في دعم اتخاذ القرار وتطوير السياسات الصحية المستندة إلى الأدلة العلمية.
شاركت بلادنا في الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها أو المنعقد في العاصمة الأردنية عمان بوفد تراسه سفير اليمن لدى المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور جلال فقيرة. وأشاد السفير فقيرة بانتظام أعمال الاتحاد وأنشطته وعقد اجتماعاته والحرص على توسيع عضويته وخلق شراكات مع الدول الأوروبية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمل، مؤكدا أن اجتماع اليوم على قدر بالغ من الأهمية بالنظر إلى المواضيع التي تضمنها جدول الأعمال والتي تتضمن إعادة صياغة النظام الداخلي للاتحاد ووضع خطة العمل للفترة القادمة ومناقشة آليات توسيع عضوية الاتحاد. وخرج الاتحاد بمشاركة الجزائر التي تتولى رئاسة الاتحاد والأردن الذي يتولى منصب نائب رئيس الاتحاد ومصر ولبنان وموريتانيا وفلسطين والمغرب ورئيس منظمة العمل العربية والأمانة العامة لاتحاد المجالس الاجتماعية والاقتصادية العربية والمجالس المماثلة، خرجوا ببيان ختامي والعديد من القرارات التي من شأنها تعزيز مسيرة عمل الاتحاد في الفترة القادمة. أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قرار يدين الأعمال التخريبية لميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر، داعيا إلى تحرك دولي لحماية الملاحة البحرية والبيئة في هذه المنطقة الحيوية. وصوت أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة خاصة وبحضور سفير بلادنا لدى فرنسا الدكتور رياض ياسين صوتوا على مشروع القرار، حيث صوت 322 عضوا لصالح القرار. وأكد أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي على أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تستغل الأحداث الجارية في غزة باستهداف أمن البحر الأحمر، لافتين إلى أن الميليشيات ترتكب الأعمال الإرهابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية في اليمن في العام 2014، مشددين على ضرورة التصدي لهذه التهديدات المتزايدة في الممر المائي الاستراتيجي. وأشاد السفير رياض ياسين بالقرار مشيرا إلى أن اليمن يعاني من مخاطر كبيرة ناتجة عن الأعمال التخريبية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر، مؤكدا بأن هذه الأعمال الإرهابية للميليشيات لها تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني، حيث تعتمد البلاد على ممرات البحر الأحمر لاستيراد المواد الأساسية والسلع الضرورية، موضحا بأن استهداف الحوثيين للملاحة الدولية تسبب بتعطيل إمدادات السلع، مما أسفر عن ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والدوائية التي يحتاجها الشعب اليمني، وزاد من معاناة المواطنين في ظل أزمة إنسانية خانقة. وأعرب السفير عن تقديره للدعم الفرنسي ومبادرة مجلس الشيوخ بتسليط الضوء على التحديات التي تواجه اليمن نتيجة الهجمات الحوثية، ومؤكدا أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في توجيه المجتمع الدولي نحو التصدي لهذه التهديدات، ويعزز من الجهود الرامية إلى دعم الحكومة الشرعية في اليمن لاستعادة السيطرة على كافة المناطق والموانئ، داعيا إلى دعم الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الداخلي وتأمين ممرات التجارة الدولية في البحر الأحمر وتخفيف التأثيرات الاقتصادية السلبية على الشعب اليمني. نفذت جامعة الحديدة الخاضعة لسلطة الميليشيات الحوثية عددا من الأنشطة والفعاليات الطائفية خلال الفترة الماضية في إطار إحياء الميليشيات لما تسميه ذكرى يوم الشهيد. وقالت مصادر محلية أن الجامعة تلقت نسخة من تعميم حوثي يقضي بإلزام جميع أكاديميي وطلاب الجامعات والمدارس في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بالمشاركة الفاعلة في إحياء هذه المناسبة. وأضافت المصادر أن رئاسة جامعة الحديدة اجتمعت بعمداء الكليات والدكاترة والأساتذة وفرضت عليهم حضور الأنشطة الطائفية التي تقيمها الجامعة بإشراف من ملتقى الطالب الجامعي وهو أحد أدوات جهاز الأمن والمخابرات الحوثي. تضمنت الأنشطة الجامعية إجبار الأكاديميين والطلاب على زيارة مقابر صرع الميليشيات في المدينة ورفع صور العشرات على أسوار الجامعة وعدد من قاعاتها، بالإضافة إلى إقامة ورش وندوات ثقافية تمجد سلطة الميليشيات الحوثية وقادتها. ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 43,764 شهيدا و 134,090 شهيدا مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات 24 الماضية 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 28 مواطنا وإصابة 120 آخرين، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام في الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
على صعيد متصل، شهدت مدينة مأرب وتعز وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة للتنديد باستمرار الجرائم الوحشية ضد المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة. قال المحتجون أن جرائم القتل والدمار والحصار تمثل اعتداء سافرا على حقوق الإنسان الأساسية وخرقا صارخا لمبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية، ومن المحال قبول استمرار هذا الوضع المأساوي الذي يمس قدسية حياة شعب بأسره دون أن نرى إدانة حقيقية واستجابة دولية فعلية تضمن وقف آلة القتل الصهيونية الموغلة في الإجرام ضد المدنيين العزل. وطلب المحتجون المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقف الإبادة الجماعية وفرض آليات ضغط واضحة المعالم من شأنها أن تضمن حماية المدنيين ووقف أعمال القتل والتدمير والتجويع الممنهج. وأكد المحتجون أن القضية الفلسطينية هي بالمقام الأول قضية حرية وعدالة وكرامة إنسانية تستحق الدعم والإسناد من جميع الشعوب الحرة. الآن إلى حالة الطقس، درجة الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. ولمن فتت النشرة تذكير بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة عبد الله العليم يبحث مع وزيرة التنمية البريطانية سبل دعم الجهود الحكومية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وزير الإعلام يؤكد أن إطلاق ميليشيات الحوثي قياديا في تنظيم القاعدة يمثل امتدادا لتنسيق مستمر برعاية إيرانية. مجلس الشيوخ الفرنسي يقر مشروع قرار يدين الأعمال التخريبية لميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر. وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية. في أمان الله.